السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وأزال الغمة، وإن على ذلك لمن الشاهدين. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجرني وإياكم من النار. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا نداء من الله، هذا نداء من الله للذين آمنوا، يخاطب المؤمنين أن يذكروا الله سبحانه وتعالى وأن لا يغفلوا عن ذكره صباحا ومساء. And this is Allah subhanahu wa ta'ala, he said in this ayah: O you believe, remember Allah, remember Allah with much remembers, and exhaust Allah subhanahu wa ta'ala in the morning and in afternoon. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. And Allah subhanahu wa ta'ala said: So remember me, I will remember you, and be grateful to me, and don't deny me. Don't deny Allah Azza wa Jal. Don't deny Allah. How you deny Allah? Because you remember Allah Azza wa Jal during the day. If you want be Allah Azza wa Jal be exist in your life, remember Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قال الصحابة رضي الله عنهم:
بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. This is the Prophet صلى الله عليه وسلم. He said, should I not tell you of the best of your deed that wish the most pure in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, that who make you near to Allah subhanahu wa ta'ala, is better for you than giving, is better to you give gold and silver. Better than that is, the Sahaba said, what ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Tell us. He said, members of Allah azza wa jal, to member Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ هُمُ الذَّاكِرُونَ اللَّهِ وَالذَّاكِرَاتِ وَمَا أَجْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. اسمع قوله سبحانه وتعالى، يقول الله: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ. أَعَدَّ لَهُمْ ماذا الله؟ أَعَدَّ لَهُمْ مغفرة من الله سبحانه وتعالى، مغفرة. وَإِنْ غَفَرَكَ اللَّهُ غَفَرَكَ اللَّهُ فَهِيَ الْجَنَّةِ. ثم قال سبحانه: وأجرا عظيما. هل يوجد أجر؟ ما هذا الأجر العظيم الذي أكثر من الجنة؟ رؤية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى he said about the people who remembering Allah, the reward for him, Allah he said والذاكرين الله والذاكرات, those who remembering Allah, men and women, Allah عز وجل he prepared for them. What Allah he prepared for them? He said, forgiveness. And if Allah he forgive you, this is the Jannah. And he said, Allah subhanahu wa ta'ala, after that, great reward. What kind of great reward than Jannah? Do you see Allah subhanahu wa ta'ala? لا تنسوا أبدا لأنهم لم ينسوا الله أبدا في كل اللحظات والدقائق من حياتهم لم ينسوا الله. أحيوا حياتهم بذكر الله. Because they never forget Allah subhanahu wa ta'ala. In any moment they live in the life, they was remembering Allah subhanahu wa ta'ala. They put the life in them life with the dhikr of Allah. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. The Rasul صلى الله عليه وسلم said, the example of the one who remembering Allah and the one who not remembering Allah is like that of living and dead. قال ابن تيمية: الذكر للمؤمن كالماء للسمك. ثم قال: وهل يعيش السمك بدون ماء؟ ابن تيمية رحمه الله he said, the remembering of Allah for the believers is like water for the fish. And he said, do you never see fish live without water? Is like this the believer. كل المخلوقات تذكر الله سبحانه وتعالى. الطير في السماء والحوت في الماء والأشجار والرياح كل يسبح بحمد الله حتى من الجبال والصخور. Every creation remember Allah سبحانه وتعالى. Even the bird in the sky, the fish in the sea, the trees, the wind, everyone makes the dhikr to Allah. Even the mountains and the stones. ويقول سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Allah he said, everything what Allah he create, they exalt Allah سبحانه وتعالى by his praise, but you don't understand the way of the exalting Allah سبحانه وتعالى. ذكر الله يزيد في الإيمان ويلين القلب. The membrane of Allah Azza wa Jal make the heart soft. Make the heart soft and increase the iman. This is what Allah subhanahu wa ta'ala he said. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهِ. إِذَا ذُكِرَ اللَّهِ ماذا يفعل الذكر بهم؟ أولا قال الله: وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. تصير قلوب وجلة من الخوف من الله، لينة. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زادتهم إيمانا. And Allah Azza wa Jalla said, the believers, when they remember in Allah, their heart comes soft first. And if they heard the ayat of the Quran or the Quran being recited, it increased them إيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. رواه البخاري. And this is Allah subhanahu wa ta'ala said, I am just as my slave thinking about me. If he remind me in himself, I remember him in myself. And if he remember me in group, I will remember him in group better than his group. وَإِنَّ فِي الْقَلْبِ يَقُولُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ إِنَّ فِي الْقَلْبِ قُسْوَةِ لَا يُذِيبُهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى. This Ibn Taymiyyah, he said, there is something in the heart, it's tough, it's solid, nothing melted, except remembering of Allah Azza wa Jal. Except the remembering of Allah Azza wa Jal. The people, what you find them close to Allah, them the people who remind Allah every moment in their life. Ay na'am. وَمِنَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يَضِلُّهُمُ اللَّهِ يَوْمَ لَا دِلَّ إِلَّا دِلُّهُ رَجُلٌ ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. And from the people, the seven people, what Allah subhanahu wa ta'ala will shade with his shade in the day, what is no shade beside the shade of Allah subhanahu wa ta'ala, man by himself somewhere, nobody see him, nobody watch him, and he remember Allah, sincerity from his heart, and he tears for Allah Azza wa Jal. Ay na'am. He tears for Allah Azza wa Jal. And Allah Azza wa Jal, he described the believers and he said, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ هَذَا وَصْفُ اللَّهِ لَهُمْ. And Allah described these people, the believers, and he said, the one who remembers Allah when they stand, when they sit down, and even when they lay down on their side. أي نعم، هذا ذكر الله. وكثيرا مما نعاني من الهموم ونعاني من المشاكل، حتى بعضنا يعاني من قلة النوم وأخذ أدوية النوم، والحل قريب، قريب جدا. يقول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. And many of us sometimes suffering in this life, and some of us maybe they can't sleep in the night, they're thinking too much about the dunya. They take pills for they can sleep. And the solution is very close. Allah Azza wa Jal, he said, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Is only with the remembers of Allah will your heart find peace. If you won't find peace in your life, remember Allah Azza wa Jal. Remember Allah Azza wa Jal. وأقول تذكر الآية التي يقول الله فيها من الجهة الأخرى عن الذين يعرضون عن ذكر الله، تذكر ما قال: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإن له ماذا؟ من أعرض عن ذكر الله فله معيشة ضنكا. ويقول الله: ونحشره يوم القيامة أعمى. أن الله عز وجل، whoever turn away from my members, from whoever turn away from dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, he will have distress, difficult life, miserable life. And we will gather him, and we will raise him, and we will bring him yawm al-qiyamati a'ma. We will bring him blind. Because Allah, he send you the ayat, he warned you the dunya, he show you the way, but you still turn away from Allah subhanahu wa ta'ala. نعم، دنك المال، دنك الأولاد. وأعلم يا أخي، من أعرض عن ذكر الله فليعلم علم اليقين أن النعم التي بين يديه قد تتحول إلى شكوى. No, the one who turn away from Allah Azza wa Jal, even the bounty what Allah he give to you can turn against you. Can Allah Azza wa Jal punish you with the bounty what he give you? Ay na'am. من نسي ذكر الله نسي الله. Whoever forgot remembering of Allah,
whoever forgot Allah Azza wa Jal, Allah, he turned away from him. And the shaitan will take over him. انظر ماذا أنجى يونس عليه السلام ذي النون. Look what he saved Yunus عليه السلام. When the fish swallow him, what he saved him? What he saved him? Allah, he saved him because he was member Allah Azza wa Jal. أي نعم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. If he wasn't being from those who make dhikr, from those who exalt Allah subhanahu wa ta'ala, he will stay inside the belly of the fish to يوم القيامة, to the day of the judgment. أي نعم. ماذا كان دعاء يونس؟ How Yunus, he was remembering Allah. كان يقول في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف بالذنب وتوبة إلى الله والرجوع إليه. يونس was said لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. He said no God except you, Ya Allah, I exhaust you. Indeed, I have been of wrong doors. I wrong myself, Ya Allah. I ask you for forgiveness. And he will stop from the dhikr. Then Allah Azza wa Jal, he opened the way for him. What he opened the way for him is the kalima of the tawheed. La ilaha illallah. La ilaha illallah. That's the deen of Allah and that's the dhikr. La ilaha illallah. This word make you close to Allah. Tuqarribuka ila Allah Azza wa Jal. This word of La ilaha illallah, miftahu kulli asir, is the key for every difficulty. The kalima of La ilaha illallah, it will save you in the dunya and save you in the akhirah. Inna Allah, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم, he said, whoever said لا إله إلا الله sincere from his heart, he won't please only Allah عز وجل with it. Allah, he make hellfire forbidden for him. Allah, he will make the hellfire forbidden for him. That's La ilaha illallah. الحمد لله, له الحمد الحسن وله الثناء الجميل, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيء أذكرك وأدعوك به. قال الله عز وجل قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل العباد كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. And this is موسى عليه السلام. He said to Allah عز وجل, tell me some word to I make dua for you, to I remember you with it. And Allah عز وجل, he said to موسى, said لا إله إلا الله. Then موسى, he said, all عبادك, most you slave, he talk about the believers, they said لا إله إلا الله. Then Allah عز وجل, he said, if you put all the heavens beside me and the earth, the seven earth, and you put them in one side of the scale and you put لا إله إلا الله in the other side of the scale, لا إله إلا الله is going to be heavy in the scale. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي. أفضل ما قلته. وانظر إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أي نعم.
This is Rasul sallallahu alayhi wa sallam. He said, the best what I said, me and other prophets. The best word what I said, me and other prophets, is La ilaha illallah. Is La ilaha illallah. La ilaha illallah. Habibatun lirrahman. Thaqilatun fil mizan. Allah Azza wa Jal is the beloved word to Allah Azza wa Jal. And is the heavy one in the scale yawm al-qiyamah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رسول صلى الله عليه وسلم said, if you see someone dying, tell them to say لا إله إلا الله. Whoever the last word in this dunya it was لا إله إلا الله, he will get into Jannah. أي نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. And this is Rasul صلى الله عليه وسلم, he said, there is us two statements that are light in the tongue, heavy in the scale يوم القيامة, beloved to the most merciful, is سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. And this is a reminder for me and for you my brothers, make your day, remind Allah subhanahu wa ta'ala, use your time wisely, be like Allah azza wa jal. What he said, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, be like the believer with Allah azza wa jal described them, remembering Allah when they stand, when they sit down, when they lay down, when you're working, when you're driving, or you even you sit down with your family, remember Allah Azza wa Jal. If you want Allah Azza wa Jal, remember you. And don't forget Allah Azza wa Jal. Don't forget Allah Azza wa Jal. Put something to remind you in your job. Put something to each time you see it, remind you about Allah Azza wa Jal. And remember Allah. Remember Allah. And understand His deen. And understand the word of La ilaha illallah. This is only thing what you could take you to Jannah. This is only thing what you could take you to Jannah. We live in a temporary life. Today or tomorrow, Allah maybe call me or call you to Him. And that's what we go found. Allahumma ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma aj'alna min al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا من الذين تغفر لهم يا رب يوم القيامة وتدخلهم الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا من رؤيتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. استووا. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Brothers and sisters, let's not forget that, you know, what we're trying to do. We're trying to purchase a building so we can have a masjid and so that we can purchase a house for ourselves in Jannah. Because Allah said, if you build a house for him in the dunya, he'll build a house for us in Jannah.